ما عرفت شي ناس عاد كنقرا عاود البارح شي مقالات ما عرفتهم واش كيكتبوهم لخاطرهم ولا كيقول لهم شي حد يكتبوهم. راه هادشي كامل للدولة واحد عدد الوسائل، بان كان شي اجتماع وبان في الاجتماع الامين العام دافع على واحد الموقف في الاول وانه وضع في وضعيه اقليه وبقاو معاه ثلاثه د الناس. هذا اللي سرب لكم هذا الشيء، كان من الداخل ولا كان من برا الله يهدي، لانه هما حاضرين قدامكم. هذا الشيء كله ما كاينش، وما دافعت على موقف واحتفظت بموقفي في اعماقي وعرضت على رفاقي ورفيقاتي الاحتمالات كامله وناقشنا لمده ثلاثه ديال الاجتماعات، وفي النهايه تصنت واستمعت وقمنا بخلاصة جماعية. هذه هي اللي كنجيب أمامكم، هذا هو الواقع. إلا بغيتي وأمام هاد المئات ديال الناس باقي نزيدوا تحرفوه، والله يهديكم. أما موضوع آخر ديال الاستقالة فكما تلاحظون أنا هنا كنقدم التقرير باسم المكتب السياسي.